عام بلا حج بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث أنهى نحو 10,000 مسلم الساعات الأخيرة من العزل في الفنادق عشية بدء مناسك الحج التي ستتواصل على مدى 5 أيام في مكة المكرمة. ويعتبر عدد الحجاج هذا العام محدودا جدا مقارنة بنحو 2.5 مليون العام الماضي. وتحددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة 70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% فقط. خضع جميعهم لاختبار فيروس كورونا قبل وضعهم في الحجر الصحي في فنادق المدينة. وفي مواسم الحج المعتادة اليوم 8 من شهر ذي الحجة هو يوم التروية، حيث يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى، حيث يحرم الحاج المتمتع إحراما جديدا، أما الحاج المفرد والحاج القارن فهما على إحرامهما الأول. يبيت الحجاج بمنى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون 5 صلوات هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. وقد أطلق على يوم 8 من شهر ذي الحجة يوم التروية لأن حجاج بيت الله الحرام يرون أنفسهم بالماء فيه لما بعده من الأيام. كما ذكر العلماء أيضا في سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم أنه في هذا اليوم حصل التروي من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أعمال يوم التروية: يستحب للحاج أن يقوم ببعض الأعمال في يوم التروية، أهمها ما يأتي. يستحب للحاج المتمتع أن يحرم بالحج من مسكنه في ضحى يوم التروية، وكذلك الأمر لمن أراد أداء فريضة الحج من أهل مكة المكرمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. أما الحاج القارن والحاج المفرد اللذان لم يتحللا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما. الاغتسال والتطيب وقيام الحاج بما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات، عقد النية بالقلب وترديد التلبية بقول لبيك حاجا. وإن كان الحاج خائفا من عائق يمنعه من إتمام مناسك الحج فإنه يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا كان الحاج يحج عن غيره ينوي بقلبه ثم يقول لبيك حاجا عن فلان أو عن فلانة، ثم يستمر في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستحب للحاج أن يتوجه إلى منى قبل وقت الزوال ويكثر من التلبية، للحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وفي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يصلي الحاج بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا دون جمع إلا المغرب والفجر فتصليان دون قصر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وعند طلوع الشمس يسير الحجاج من منى إلى عرفات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.